مرة أخرى سيد الرئيس نستمع إلى، وخليني أقول، تصريحات إجرامية وإرهابية يطلقها البعض من هذا المجلس، وأنا هنا عندما أتكلم هذه التصريحات لا تعني حزبا ولا تعني كتلة، أنا أنزه كل الأحزاب وكل الكتل عن هذه التصرفات، هي تصريحات لبعض الأشخاص عودونا بهذه التصريحات، نصبوا أنفسهم أولياء على هذا الدين الحنيف، هم ليسوا لا أنبياء ولا خلفاء راشدين ولا حد شيء، هم إرهابيون يمارسون الإرهاب الفكري علينا، واللي ينجر عليه إرهاب حقيقي مادي. نذكركم أنه لما اغتيل شهيد شكري بالعيد سبقته حملة تكفير فكرية، ونحن نعيش هذا اليوم. هل في هذه المرحلة ونحن نتوافق حول هذا الدستور، ونحن كي نخرج بعد حصة وسجلنا بعض التوافقات نخرج فرحانين، يقوموا علينا هالإرهابيين هذوما الإرهابيين الفكريين بتصريحات يكفروا من يحبوا يقصيهم لأنهم يعارضوهم الرأي والفكر باش يبقوا المجال هما هذوما دائما باسم الدين وهو منهم براء؟ ما دخل السيد هذا في الدين؟ ومن نصبه لكي يتكلم باسم الدين؟ فنحن نطالب أنه لن نقبل هذه الجلسة بحضور هذا الشخص، يجب أن يغادر القاعة حالا، ونطالب المجلس ونطالب رئاسة المجلس أن تتخذ إجراءات اللازمة ضد هذا الشخص، وهو ليس في التصريح الأول ولا الأخير. ولهذا هذا أولا. اثنين، إذا تحبوا نواصلوا مناقشة هالدستور، هنا نتوجه إلى كل الكتل وخاصة إلى رئيس كتلة حركة النهضة، إذا تحبوا نواصلونا نحن على استعداد أن نواصل في هذا الجو التوافقي وهذا الجو الطيب، إذا تحبونا نواصلوا نعمل الدستور مع بعضنا وننهيه هالمرحلة هذه مع بعضنا، فيجب أن تقفوا معنا ضد هالتصرفات هذه اللعينة الإرهابية، تصرفات إرهابية. وبالتالي نحن إذا ما يغادرش القاعة الآن، نحن سنغادر هذه القاعة الآن، ولن يكون هناك أشغال هذا الدستور إلا وهذا الشخص يغادر القاعة، وشكراً.